والنهاردة إن شاء الله نبتدي الحلقة بالنصايح والحلول، وهنتكلم عن الملح. في ناس كتير بتستغرب لما بنضيف ملح للحلويات. الملح مهم جدا للحلويات، أولا لأن إضافة شوية الملح دي ساعات بتبقى رشة ملح، ساعات بتبقى نص معلقة أو معلقة على حسب، دي بتخلي طعم السكر يبان أكتر. زي ما بنضيف معلقة سكر صغيرة كده للطماطم أو للصلصة لو نسبة الحموضة بتاعتها عالية، فبنلاقي إن هي عدلت نسبة الحموضة وطعم الصلصة بقى حلو أكتر وباين أكتر من غير ما نحس إنه هو مسكر. فده اللي بتعمله معلقة الملح أو رشة الملح اللي بنضيفها للحلويات، إن هي بتعادل طعم السكر وبتبينه لنا أكتر، وبنحس أكتر بالطعم الحلو بتاع الحلويات. الملح له خصائص تانية. الملح في المعجنات مهم جداً، لأن هو بيساعد على إن إحنا نقدر نفرد العجينة بسهولة، والملح بيخلي يعني الجزيئات بتاعة الجلوتين، بالرغم من هي بتبقى شدة، الملح بيخلي جزيئات الجلوتين تتزحلق من على بعضها، وبالتالي بنقدر نفرد العجينة بسهولة أكتر. لو ما فيش ملح هنلاقي فرد العجينة صعب جداً. الملح كمان معروف ان هو بيمتص الرطوبة، وبالتالي لما بنحطه في اي نوع من انواع الحلويات بيحتفظ بالرطوبة جواه عن طريق ان هو بيمتصها، والحلويات بتاعتنا سواء كان كيك او عيش او ايا كان مش بيفقد الرطوبة، ونلاقيهم نشفوا بسرعة لان الملح بيمتص الرطوبة وبيحتفظ بيها جواه الحلويات او المعجنات بتاعتنا. وبكده نكون قلنا فايدة الملح في الحلويات والمعجنات.